إذا للوقوف عند التوجه الأمريكي لتفكيك شبكة المخدرات التي يديرها ويعتمد عليها النظام السوري، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري والسياسي السوري العميد عبد الله الأسعد. سيادة العميد، مرحبا بكم. بداية، ما قدرة القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن على كبح نظام الأسد من أن يستمر في موضوع تصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول العالم؟ هل باستطاعته ذلك سيادة العميد؟ نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني في الواقع طبعا هذا القرار يعني جاء متأخرا كثيرا، لأن منذ بداية يعني قيام بشار الأسد بالحرب على الشعب السوري مستنجدا بفصائل من حزب الله ومن إيران ومن العراق وغير ذلك، طبعا دخلت كل مصانع الكبتاجون والحشيش من لبنان، لأن لبنان كان هو المصدر الأساسي لعمليات صناعة الكبتاجون، ودخل معها الأخصائيون يعني، ودخلوا أيضا الهوامير الذين طبعا كانوا يديرون هذه التجارة، وعلى أساس أنهم قادة فصائل ميليشيوية جاءت على إلى سوريا، ويعني هناك أسماء كثيرة معروفة موضوع على لوائح الاتهام و محاكم الجنايات، جاءوا وشكلوا فصائل يقاتلوا إلى جانب بشار الأسد، ومن خلال ذلك بدأوا يعني كل العالم شاهد كيف إدخال الكبتاجون حب المخدر في الرمان وفي البرتقال وفي الملفوف وفي كل أنواع هذه يعني الخضروات، وإرسالها منها إلى السعودية ومنها الكويت ومنها إلى هولندا ومنها إلى بريطانيا، وكثير تم ضبطها وهي قادمة من يعني ميناء بشار الأسد في اللاذقية. في الواقع يعني هذا القرار أنا أتوقع من وجهة نظري هو يعني يختلف عن كل القرارات السابقة، موضوع قيصر وغيره، نتيجة الآن الأوضاع السياسية الاصطفافية في العالم. يعني الكل يعرف بأن نظام بشار الأسد يصطف الآن إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا، هو وحليفه الإيراني، ويقومون الآن منهم من يقوم بتزويده بالعناصر، ومنهم من يقوم بتزويده بطائرات مسيرة، وهذا المحور طبعا يعني الآن أتوقع أن روسيا أو عفوا أمريكا أوشكت على أن تطبق الخناق على رقبة بشار الأسد والإطاحة به، وهذا يذكرنا يعني بقوانين سبقت وأطاحت بدول وستطيح ببشار الأسد، يعني طفح الكيل وبلغ السيل الزبا، لذلك يعني سيكون هذا القرار طيب فعلا سيادة العميد. كما تفضلتم، هذا القرار جاء متأخرا جدا من قبل الإدارة الأمريكية، لكن هناك من يربطه مع فشل المفاوضات في الملف النووي الإيراني، هل تؤيد ذلك؟ نعم، يعني الآن ما يجري الآن في إيران طبعا هو يعني أمريكا تنظر بعين الرضا إليه، لأن إيران أنا يعني صحيح أنه المفاوضات النووية فشلت، لكن الأصعب من ذلك والأدهى من ذلك هو الآن يعني وجود الخبراء الإيرانيين في جزيرة القرم مع الطائرات المسيرة التي كانت تصنع في سوريا، ووجود خبراء ووجود عناصر أيضا تابعين لنظام الأسد، منهم من هم إداريين ومنهم من هم قتاليين ولوجستيين وغير ذلك. إذا الآن يعني ليس فقط المفاوضات النووية، أيضا الآن تدخل إيران بشكل يعني مباشر على الحرب الروسية الأوكرانية وتدير المعارك من خلال الجو، ومنذ دخول كاميكازي شاهد 136 وشاهد 110 إلى المنطقة طبعا يعني قوت تقريبا من شوكة بوتين في المنطقة، وبدأ يعني كانت مناسبة في دخول فصل الشتاء بأن تتوقف العمليات البرية ويبدأ بوتين بالطائرات المسيرة وبالضربات الصاروخية الكثيفة. سيادة العميد، هل ترى أن الخطوات الأمريكية القادمة ستستهدف نفوذ إيران داخل سوريا؟ طبعا هي تشرف على موضوع تجارة المخدرات من إيران للعراق فسوريا ووصولا إلى لبنان. نعم، هي ليس فقط بالنسبة يعني فقط لإيران، وإنما لروسيا أيضا. يعني أتوقع بأن يكون هذا القانون بأن يلاحق قتاليا من قبل الطيران الأمريكي، طيران التحالف، أن يقاتل طالما تم التوقيع على هذا القرار في الكونغرس الأمريكي، أن يقوم الطيران الأمريكي باستهداف قطاعات
ومن الفرقة الرابعة التي تفضلتم بأنها طبعا من يدير حرب المخدرات هو يعني الفرقة الرابعة وحزب الله وأسماء معروفة لبنانية دخلت إلى هنا. إذا هذا القرار يعني شرع لأمريكا أن تطال كل القطاعات والتشكيلات والمطارات وحتى القصور الجمهورية بالطيران، طيران تحالف، من أجل طبعا هذا القرار الذي صدر باستهداف وتفكيك مملكة المخدرات. في الواقع مملكة المخدرات هي أصبحت يعني الأراضي السورية التي يعني من الجنوب إلى الشمال إلى الشرق إلى غير ذلك. نعم. في المنطقة الجنوبية يوجد 15 معمل لصناعة المخدرات باتجاه الغوطة باتجاه كذا. بعد التسويات يعني قام حزب الله بعمل كبير على تلك الأراضي. سيادة العميد، بعد هذا القرار هل نتوقع ربما في قادم الأشهر يعني القادمة هل نتوقع إجراء محاكمات ضد رموز النظام السوري المتهمين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري؟ طبعا اليوم تصريح يعني من يمكن من مجلة بريطانية، صحيفة بريطانية، نعم. أتوقع كانت يعني قد صرحت تصريح لأول مرة بأنكم يكفي ضحك على الشعب السوري، إذا أردتم أن تعطوا الشعب السوري حقه فحاكموا رؤوس الأرهاب في سوريا. لذلك هذا يعني سؤال هام جدا، نعم. بالتأكيد سيتطال في القريب العاجل يعني رؤوس النظام وتفكيكه، بأن العقلية الموجودة لدى نظام أسد حتى الآن يعني رغم قتلهم للشعب السوري وتشريد الشعب السوري وأصبح أكثر من نصف الشعب السوري خارج البلاد، حتى الآن يعتبرون أنفسهم هم شعب الله المختار. الشبيحة وبشار الأسد لن يعترفوا حتى بأي مواطن موجود تحت سيطرتهم، فكيف بالشعب الذي هجر و يعني والتجأ إلى دول العالم؟ هم لا يعترفون به، ولذلك لا بد من هذه اللغة التي يفهمون بها، هي لغة القتل وإنهاء الاحتلال الأسدي لسوريا. لأن سوريا الآن هي منذ أن يعني سطى عليها حافظ الأسد، هو يعني شخص احتل هذه البلد بقوة سلاح، ولا زال وريثه القاصر بشار يفعل نفس المنهج ونفس العنوان. عبر سكاي من اسطنبول الخبير العسكري والسياسي السوري العميد عبد الله الأسعد، شكرا جزيلا لكم.